وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، بتوجيهات من القيادة السياسية، مصر تواصل عمليات البحث عن المصابين وانتشار الجثث جراء الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا، إلى أي مدى يعكس هذا التضامن المصري المتواصل والمستمر للأشقاء في ليبيا؟ أولا ده موقف مصري دائم الحقيقة مع كل الأشقاء، وليبيا احنا عارفين علاقتنا التاريخية فيها والشعب الليبي والأشقاء في ليبيا الحقيقة هم شعب طيب ومتحضر ويعني يستحق كل خير، والدولة المصرية احنا عارفين قد إيه هي على طول يعني بتهرع لنجدة الأشقاء في أي أزمة أو غيره، والحقيقة إنه يعني ما جرى في ليبيا كان كارثة طبيعية صعبة جدا، بالإضافة إلى انهيار سد كبير كان مفترض ان هو يعني يكون. مصر من البدايه الحقيقه اولا بتدعم ليبيا وبتدعم مسارات السياسيه وبتتدخل لانهاء الخلافات بين الاشقاء الليبيين بالشكل اللي يدفع ده. اول ما حصل ازمه الحقيقه الاعصار والدمار، حجم الدمار والخسائر ضخمه جدا، القوات المسلحه المصريه والحقيقه يعني وصف من المراقبين في العالم كله ان مصر يعني ارسلت جيش كامل لنجدة الأخوة والأشقاء في ليبيا، وده اللي حصل فعلا، سواء حاملة طائرات مسترال أو عدد ضخم من سيارات الإسعاف والسيارات والآليات والاستخراج لاستخراج الجثث أو للبحث عن مفقودين. طبعا تم إنقاذ عدد كبير جدا من الأشقاء في ليبيا اللي كانوا محاصرين في بعض المناطق التي تهدمت، لكن كمان الحقيقة وتقديم العون لهم، ويعني تم تجهيز اماكن لاستقبال الاشقاء اللي ممكن يكونوا فقدوا منازلهم في مصر، في يعني المنطقه الغربيه في مصر، بالشكل لحتى يستعيدوا، لانه نسبه كبيره جدا الدمار كبير جدا. فمصر هنا يعني القوات المسلحه المصريه قدمت دور مهم. طول عمر القوات المسلحه مش بس بتحمي الامن القومي، بتحدد الخطوط الحمراء للامن القومي، نفس القوات المسلحه الحقيقه اللي ساعت وقدمت ايديها وقلبها وكف كل امكاناتها تحت لخدمه الاشقاء في ليبيا ونجدتهم في الازمه الصعبه، وده ظهر الحقيقه في كثير من انطباعات الاشقاء في ليبيا والمواطنين المصريين طبعا اللي تم اعاده طبعا اللي استشهد وربنا يرحمهم، ويعني تقديم الخدمه الطبيه الفائقه للمصابين او اعاده بعض من اراد العوده. يعني الحقيقه مصر لم تترك طبعا ابنائها من المصريين، وفي نفس الوقت الحقيقه الاشقاء في ليبيا شفنا فيديوهات وشفنا ناس قد ايه هم حاسين بالاخوه وبان مصر دائما سند للاشقاء وسند لي. وهذا هو عهد الدوله المصريه دائما بالضبط. يعني للوقوف بالضبط. الى جوار اشقائها. ايضا هذا المشهد يعكس رساله انسانيه، يعني رساله انسانيه للدور الحضاري المصري امام العالم كله، بأن مصر تتواجد دائما في المواقف الصعبة وتقف إلى جوار الأشقاء ولها حضور في محيطها القاري والإقليمي بشكل كبير. بالتأكيد طبعا، وده يعني دور لا يخفى على أحد ودور دائم الحقيقة بالكم والكيف، وأيضا الحقيقة يعني حجم اللي ما تم تقديمه زي ما احنا قلنا من انطباعات الأشقاء في ليبيا، إنه القوات المسلحة المصرية بكل هذه القوة والتحديث والقدرة على الحركة وصلوا في وقت قياسي جدا بحسابات الجيوش يعني، وطبعا احنا عارفين قد ايه انه صعوبة الوصول لبعض اللي كانوا محاصرين وكانوا بيحتاجوا طائرات او اليات معينة او الضفادع البشرية اللي نزلت انتشرت كثير من جثث الضحايا او انقذت من كان محاصرا. الحقيقة بامكانات ضخمة من القوات المسلحة وابطالها وابنائنا يعني من القوات المسلحه، بالاضافه ايضا لما ذكرته حضرتك في انه بالفعل هذا بقى بمصر دائما، وانها بتخصص امكانياتها، وانه طول الوقت الحقيقه مصر وجودها وجود القوات المسلحه المصريه، سلاح المهندسين، سلاح الضفادع البحريه، القوات الجويه، مش بس يعني في الحرب، كمان في مثل هذه الكوارث الطبيعيه، لانه الكارثه الحقيقه وصفت بانها اقرب لضربه قنابل نوويه. الحقيقه الاعصار كان صعب جدا، وبناء عليه كان يحتاج امكانات دقيقه وامكانات عاليه تتوفر لدى القوات المسلحه بامكاناتها الكبيره، وهذا دور للقوات المسلحه
في الحرب وفي السلم وفي حمايه الامن القومي، وانه الجيش المصري جيش حديث وجيش قوي، وفي نفس الوقت هو يحمي ولا يعتدي، ولديه ايضا الجزء الانساني العامل الانساني اللي هو يمد يد العون للاشقاء او لمن يطلب هذا العون او يريده حتى بدون طلب. ودي كانت قرارات الرئيس ايضا كمان، هي يعني ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يمثل الشعب المصري بمشاعره وبقلبه الطيب، وده تمثيل حقيقي للشعب المصري. الشعب المصري راضي جدا وبيسعد بده، حتى لو كانت مصر يعني اي اشقاء محتاجين اي امكانات او غيره، واحنا لدينا لقمه عيش هنقسمها معاهم، وده داء بمصر دائما. فالرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه قراراته هي تعبير عن روح الشعب المصري، وهو ممثل حقيقي يعني خير من يمثل الشعب المصري في هذه القرارات الضروريه والمهمه. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.